يا صباح الفل والعسل والياسمين. شغلانة بقى ولا ايه؟ كل يوم والتاني الاقي حد فيكم نطيت لي هنا؟ قلب الأب. هنعمل ايه؟ عم زكريا ما روش غير حنين حنين حنين، ده بقى عامل زي عقرب الثواني. طب وحياة النعمة ولا دم يسيل زي النار دي؟ الراجل ده بيحبك وما يستاهلش كل اللي بتعمليه. وحضرتك ايه بقى؟ بلطجي ولا قتال قتلة؟ ليه الرمية دي؟ يعني واحد رد سجون، هيصاحب ايه غير واحد شكله؟ لاحظ ان حتف الكلام بيوجع، وعلى العموم بكره تعرف انا مين. بكره؟ ده على اساس اشوف حضرتك هنا تاني؟ تاني وتالت ورابع وخامس، لحد ما ربنا يصلح حالك وتعرف ان الله حق، وتترمي في حضن ابوك الطيب الغلبان ده. انت ايه يا جدع انت؟ تتعرفني منين؟ انا اقول لك كلمه واحده بس، لو شفتك هنا تاني انا هبلغ عنك البوليس، انت فاهم ولا لا؟ جايب لك فطار على فكره، اشتغلي ريقك. مش عشانك انت، ها؟ عشان عند زكريا. بقول لك انا سيبولك على شنطه العربيه. البنت دي معجبه بيا ولا ايه؟ تامر؟ مين الراجل اللي كان واقف معاك كده؟ مش ده اللي جالك هنا قبل كده؟ راجل مين؟ انت هتستعبطي عليا؟ الراجل اللي جابلك الكافي وكيس الكيك. انا ما اسمحلكش تتكلم معايا بالطريقة دي يا تامر. ما تسمحليش. اولا انا مديرك، ثانيا بينك وبينه ايه عشان يجيبلك كافي وكيس كيك؟ ثالثا مش نعمة دي حرام تسيبيها برا؟ حنين، خد بقولك عمر. عارف عربية أستاذة حنين؟ حنين حلو. فوق كابوت العربية هتلاقي كيس كيك بتاعت عمر زكريا. استنى تجيبه وجيلي. تجيبه وإيه؟ وجيلي بسرعة. بتاعت عمر زكريا. صلاة النبي أحسن. عايزة أغرب. هي يا ولادي اتجننتي من فرحتي؟ أول مرة من فترة كبيرة أشوفك صاحية بدري. ليه يا رب في مرة منهم يقف؟ ما تشال عليا. لا ما هو هيقف، ما أنا هنزل كل يوم من بدري، اتعودي. همسك المعرض عند أبويا. يا خرابي، والنبي يا ريت. أيوة كده، عشان تغذي مرات أبوكي وتخليها تتفرس وتعرفيها إن البنت أفجع من الواد 100 مرة. ان شاء الله جهنم حتفي. يا كدابه يا ضلاليه يا معفنه، امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره. يا لهوي، هو الواحد ما يعرفش يتفك معاكي بكلمتين؟ ودي فكه. خلاص هروح احضر لك الفطار قبل ما تنزلي. ياه، حاجه خفيفه علشان الرجيم. عيني. ازيك يا ابو محمود؟ بتحاسب يا محمود. باقي باكل واخد في وشك ورايح فين يا واد؟ انت مش شايفني يا ولا لبيك كده سميرة؟ بص بقى يا بت الداس، ضد النهارده انا مش همشي معاكي ولا انت تمشي معايا، وخلينا بشيك كده وساكتين. ليه يا اخويا؟ شايفني لازق فيك؟ ما تقول في داهيه كده قلف يا سميرة. انا قضيت من ابوك شبره. ابوك شبره جددي، كل ما اجي اطلب ايدك منه ما بيفتكركيش ولا بيفتكر حاجه خالص، وبيقولوا عنده الزهايمر في دماغه. لازم اقعد احور عليه واقعد اقول له صل على النبي وعليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام عشان يفتكرك. يا سميره، ابوك شبره خلانا برشم عشان افهمه وما بفهموش. بتبرشم؟ ها يعني بلسام يا ابو بلسام يا صايع. انا هتجوز واحد سميره في عينك. سميره في عينك يا ابو بلسام. ما بقاش غير الصايع ده وهتجوزه كده. اتنين عليك وعلى ابويا.
ايه بقى؟ مش هتفهميني ايه حكايه الواد المزد اللي كل شويه يجي لك ده؟ حب قديم ده ولا ايه؟ حب قديم ايه انت كمان؟ انت عارفه ان انا عندي حب قديم. لا يعني هو مش قصدي، بس يعني اصل انا شايفاه كل شويه يجي لك كده وبعدين الاقي وشك قلب. حكايه كده من عبيك يا طول شرحها، هبقى احكي لك بعدين. ايه ده؟ ايه الجو ده؟ وانا كل ما اسالك على حاجه تقولي لي بعدين؟ لا لا ما بحبش الغلاسه دي. بعدين يعني لو مش عايزاه سيبيهولي، يعني انا عايزه اتجوز. بقول لك ايه يا ندى والنبي، وانت خارجه اقفلي الباب وراك. ده يعني امشي صح؟ كلك ناصر. طيب خلاص، انت اكيد عايزه تغيري تفكري فيها. ما تعرفيش امشي بقى، امشي بقى. خلاص ماشي. وانت هتجيب مكونات الكشافات دي منين ان شاء الله؟ هو احنا بنصنع حاجه؟ ده ادخل مصانع بتجيب وتجمع. هي جت على التربيط يعني؟ يعني الناس اللي بره دي بايدين واحنا بايد واحده، بعينين واحنا بعين واحده. الله يا عم، بس اعمل لها انت حصر كده بمكونات الكشاف ده وربنا يسهل. وعايزك تشوف لي كام واد من بتوع التكنولوجيا كده تستنضفهم لنا كده، هم مساكين ماشي مرميين على الرصيفه مش عارفين نعمل فيهم ايه. ربنا يصلح حالنا. السلام عليكم يا معلم سيسو. اديك يا معلم ايه؟ والله اهلا يا سجعجع. عايز ايه يا بعوم؟ خير؟ انا بيجي من وراي غير الخير يا معلم. انا في الحقيقه كده عايز اعمل معاك سكيشن، وعشان عايز اوسع نطاق اعمالي كده في السوق، ويبقى لي فريش نورتايز. ايه؟ فريش نورتايز. الواد ده بيقول ايه؟ يقصد فرانشايز، عايز يتوسع في البيزنس بتاعه ويعمل له فروع ويبقى اسمه ماركه مسجله. جعور؟ جعور. ده جبت الكلام ده منين يا واد؟ لا ما تقلقش علي، اصل انا كنت خدت قبل كده كورس في الجامعه الامريكانيه. صحيح ما كنتش عم افهم حاجه من الجماعه اللي هيبرطموا بالانجليزي، لكن الواد ده ابن العفريت ده كان يجي يمسك الكمبيوتر كده ويقعد يلعب بيديه ويشرح لي. ايه ده؟ هو انت اللي بتقوله الحاجات دي؟ اصل انا يا فندم بكالوريوس هندسه قسم كمبيوتر، وحاليا بعمل ماجستير، وفي نفس الوقت شغال عند المعلم جعور. اللهم صل على النبي. على فكره انا عايز اقول لحضرتك، زميلي ياسين كمان مهندس وفي اخر سنه في الكليه. ما تكفل خشمك يا واد، ايه ده؟ واكل تدي لحالك بررم بررم، ما سيبني اقول الكلمتين للراجل. يخرب بيت ابو غدتك. بص يا معلم سيسو، انا جاي اجل منك الباترينه دي، بدل ما هي حالها واقف كده تعمل لها اي حاجه في الشهر. قلت ايه؟ بقول لك يا جعور، قول يا معلم. ما تأجر لي انت الولاد اللي عندك دول، ايه رأيك؟ ايه يا معلم سيسو؟ هو انا جاي لك هنا عشان تتبجلت علي؟ عايز تركبني على المسرح وتخلي الناس تاكل بقفايا عيش؟ بص يا معلم سيسو، فكر كده ودورها في دماغك وابقى رد علي. يلا بينا يا واد. خد يا جعور تعالى. خد يا حبيبي. خد. ايه ده يا معلم؟ وبشتري جلابيه جديده. بيمين كبير ما هي راجعه. يلا يا واد، وانت حسابك قدامي بعدين. يلا امشي.